متابعي راديو أم، أهلا بكم في الموجز الإخباري لنهار اليوم. التمست النيابة لمحكمة بيجايا اليوم الأحد في حق الصحفي ومعتقل الرأي مرزوق تواتي 18 شهرا حبس نافذ و50 ألف غرامة مالية في قضية جديدة تتعلق بمنشورته الفيسبوكية، وستكون المداولة والنطق بالحكم يوم الأحد 29 ماي 2022. أوضح وزير الصناعة أحمد زغدار في تصريح له لوسائل الإعلام خلال إشرافه على إطلاق نظامي الاستيراد خطوط ومعدات الإنتاج إلى ملف السيارات اليوم الأحد أن قانون الاستثمار الذي صادق عليه مجلس الوزراء مؤخرا قد يكون بداية الانفراج في هذا الملف. وأشار الوزير إلى أن شركات عالمية ستدخل سوق صناعة السيارات في الجزائر بعد إعداد قانون الاستثمار الجديد، وأن نسبة الإدماج ستكون جد عالية. وأوضح الوزير أن نظام استيراد معدات الإنتاج سيساهم في تطوير الصناعات المختلفة، مشيرا إلى أنه لا يجب أن يتعدى تاريخ تصنيعها 10 سنوات. أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن حضور المباراة المبرمجة اليوم الأحد بملعب 5 جويلية المركب الأولمبي محمد بوضياف بدءا من الساعة 6 مساء سيكون متاحا للجميع ومجانا، فيما برمجت المواجهة الثانية يوم الأربعاء المقبل بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة. فيما يخص الأخبار الدولية، دعا رئيس الجامعة التونسية لوكالة الأسفار جابر عن عطوش الحكومة التونسية إلى التفكير في حلول على الأمد القريب لإنقاذ الموسم السياحي، من بينها توقيع اتفاق مع الحكومة الجزائرية يتيح تنظيم رحلات بالحافلات بين البلدين، وأكد أن هذا الحل سيفضي إلى كسب من بين 30 و40% من السياح الجزائريين الذين يزورون في العادة تونس. واعتبر عطوش أن ربط الجو بين الجزائر وتونس لا يمكن أن يشكل حلا ملائما للطلب، خاصة بفعل الكلفة المرتفعة لا سيما بالنسبة للعائلات، باعتبار أن سعر تذكرة الطيران يكلف بين 700 و1200 دينار. وافق الكونغرس الأمريكي على رزمة مساعدة ضخمة لأوكرانيا بقيمة 40 مليار دولار، وتتضمن رزمة المساعدات 6 مليارات دولار يفترض أن تسمح لأوكرانيا بالتزود بآليات مصفحة وتعزيز منظوماتها للدفاع الجوي وقت تحتدم المعارك في شرق البلاد وجنوبها، كما تشمل نحو 9 مليارات دولار لضمان عدة أمور بينها استمرار عمل الهيئات الديمقراطية الأوكرانية، إضافة إلى مبلغ كبير مخصص للجانب الإنساني. وينتظر مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب الأسبوع الفائت مصادقة الرئيس الأمريكي جو بايدن عليه. لمتابعة بقية البرامج ادخلوا على radio-m.net أو على maghreb-emergent.net أو بالاشتراك على قناتنا باليوتيوب. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الموجز الإخباري لنهار اليوم. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء. سلام.